هذا الحسين روحي له الفداء. يا جماعة أنا خادم الحسين وكلكم تعرفوني، اللي ما كان شايفني بالبصرة سامع صوتي، تمام؟ 40 سنة أنتم مأنوسين مع صوتي، إن شاء الله أنا أمين، أنا القوي الأمين في خدمة الحسين وأنا الناعي. هذول الرواديد لا تشوفهم بعين صغيرة، الرادود تدري منو؟ الرادود قبل الخطباء كان، الإمام الصادق ما كان يعزم خطيب، كان يعزم رادود. الإمام الرضا ما يريد خطيب يجيب مجلس يقرأ، كان يدعو رادودا. اعرفوا قدر الرواديد، هذول عزيزين على قلب فاطمة الزهراء. زين، هواية كان عندي حكي قضايا عن بعض العلماء الآخرين، روايات عن حلم رسول الله، عن سماح الأئمة، هاي كلها أتركها. ساعة وخمس دقائق صار أنا على المنبر بعد ما واصل إلى المصيبة، لكن أقول جهارا بكل أمانة، بعدما علمتم أني وكيل المراجع وابن المرجعية، ملا باسم الرادود الحسيني المبدع المجدد في هذا الفن، هذا ابن الحسين، أنا ربيته، ملا باسم تلميذي، أنا قبل 20 سنة بذلت جهودي ليصبح عالما وخطيبا متألقا، إذا كان صاير الآن كان في طليعة الخطباء البارزين في مذهب أهل البيت، لكن قال لي يا شيخ مرتضى أنا أحب أن أكون رادود حسيني مثل أبوها، مثل أبي هارون المكفوف، مثل الكميت، مثل دعبل بن علي الخزاعي، هذول رواديد كانوا، هذول الشعراء، هذا الشاعر اللي يقعد ساعات حتى يسوي لك هاي اللطميات هاي الردات، هذول عزيزين. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ملا باسم أنا ما أدري خب هاي لأن مو صنفي، مو ما أدري، لا هاي ليلتين أنا أسيه، أنا مربي كل خلية في جسمه حب وإخلاص للمرجعية. لا تخلون العدو عن طريقكم يستفيد، لا تخلون يا جماعة، لا تخلون مجالس الحسين تنسد. نسيتوا؟ نسيتوا 30 سنة شنو كان وضعنا؟ الآن شوفوا في هذه البلاد، هاي الدولة، دولة أمير المؤمنين، دولة شيعة أهل البيت، دولة علي وفاطمة، حتى إذا أكو نواقص اتحملوها، والله أحسن بحريتكم أنتم دا تقيمون وتعظمون شعائر الحسين. ترى أقول لكم يا جماعة، إذا ما حمدنا الله وما شكرنا ترى هاي النعمة تروح منا، ترى تروحها. اللهم اشهد إني بلغت بكل أمانة على هذا المنبر، وأكرر يا شيعة الحسين، الله أعطاكم هاي الفرصة ذهبية، ترى إذا راحت بعد ما ترجعها، تتمنى تقعد بالبيت ويا مرتك وأولادك تقول يا حسين ما تقدر تخاف من ابنك، ما دام بهالحرية الدولة بكل إمكانياتها في خدمة الحسين، هاي مو نعمة عظيمة؟ قدروها يا جماعة، قدروها. أنا ما أريد أمدح أحد، الله يشهد، أنا مو من شأني، لكن هذه الليلة طلب مني مرجعيات الشيعة، طلبوا مني شيوخ العشائر جايين إلى هذه اللحظة، كانوا يمنا القادة العسكريون وقيادة العمليات وكل هالجنرالات، طلبوا قالوا هاي القضية أنت على المنبر افصلها، ترضون؟ أنتوا تتصورون إذا رادود واحد خصوصا هيجي رادود امتنع من القراءة، تدرون الحسين هالليل يكون كئيب وحزين اللي ما يقرأ؟ تدرون إذا مجلس واحد من هاي المجالس انسد، بيت من بيوت علي وفاطمة والحسين ينسد، ترضون أنتوا؟